سفك الدم، فإننا دعاة السلام وينابيعه، لا أنتم، فما أنتم سوى وحوش جائعة لن تأكل إلا بعضها. إننا دعاة السلام وأهله، فيا سمينة الشمال لم تحمل السلاح لكنها أرهبتكم. لم نعتدي على أحد، لكننا قادرون على رد العدوان. فنحن الأطفال نوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا نحن أطفال ولسنا إرهابيين، كفانا قتل وتشريد. فندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل العالم والإنسانية لنصرة الحق، للوقوف إلى جانبنا ولد أطماع أردوغان ومرتزقته عنا وعن أرضنا في شمال وشرق سوريا.